فينا سوايا من محبي وفان نضال الأحمر. يا حياتي عندي سؤال بالزمانات. بحب خبركم أنه هي اعترفت لي، أنا ما خصني، قالت لي أنا بالنسبة لي اثنين ملكتين بعزوا على قلبي، زوجنا رزق وزوجنا سوايا. بقى مش معقول تكون عاملة ألزايمر وناسي. كنت عم بسألها شو اسمك، ما خفت بتصدق حد. كريستينا كنت عم بسألك شو بتعرفي أنت صاحبته حبيبتي واحتفلنا بيت زوجي في بيتنا حبيب، وكمان شكون عم بوصوا بعضكم كمان. يي شو نسيتوا بعد ما بتبعوصوا بعضكم انتم؟ حديث موجه بعد ما بوصنا مع بعض. هلا بطلنا، هلا كنا عم نتركهم عن جد. عم تصوري نضال؟ ايه. بدك احكي؟ ايه. عندك وقت؟ ايه. عنده شريده لا. لازم تحكي توني. برنامجك كثير حلو وكثير مهضوم. هيدي منك شهاده، اذا منك شهاده. تسلم حياتي. كريستينا عيونا والاسيس توني، قولوا لنا ليلى شو بيصير عندكم؟ ليلى بتطلع من صبية من الصبايا الحلوين اللي مقدمين على مسابقة. ايه بس بدها تكون حلوة وما فيها وسايط. مميزة ولا مرة ولا سنة أخذت وسايط. بس كانوا يطلعون بشهادة، أنا ما بعرف إذا هلا بدك تشوفي كمان حسب المقدمين، الصبايا المقدمين. وما فينا ننكر إنه الريل تي في خوف الصبايا على فترة معينة. شو هيدا؟ الريل تي في خوف شوي الصبايا، يعني إذا بدك فقدوا شوي هالقيمة لمسلبنان أو هالثقة اللي عندهم إياها بهالانتخاب أو هاللقب. هلا على مر السنوات مش هتصلح الموضوع، بلش يسترد اللقب رونقه. فان شاء الله هم حتطلع حلوه مثلي ان شاء الله. الله راد اكيد حتطلع حلوه. انا بقول انه السنه حاطين كل تقلهم حتى يثبتوا عكس كل اللي انحكى وعكس اللي نحن كمان اللي كتبنا، عكس الاقاويل اللي انقالت. بس كمان ما فينا ننسى انه حتى بالسنين الماضيه ما في سنه الا ما العالم دايما بدها تنقل. العالم دايما ما بلاش بلحجة، العالم دايما عندها بتروح على الناحية السلبية شوي للأمور، ما بتفكر بالأشياء الجديدة. بالعكس كريستينا، نحن دايما بدنا ملكة الأم، يعني معقول نشوف بنت مثل القمر وما نزقفنا ونفرح. هلا بالنتيجة ست نضال ما في صبية وحدة رح تعجب كل الناس وكل الرأي العام، 90% ما في إنسان كامل. بس طبعا انه بيكون في اجماع، بيكون في اجماع، بيكون ما فينا نقول 90، يمكن اقل شوي من 90، بس ما فينا نقول. المهم تكون اكثر من 50 أو 60% الاجماع على هالصفقه. بس انا بتمنى شغله على الشعب اللبناني انه بليز بليز بديح نحن ندعم هالصبيه لانه هي عم تمثلنا، يعني هي سفيره لنا. ما لازم ننتقدها، لازم نكون حدا ونعطيها مجال تثبت حالها باعمالها، مش بس بالشكل. بس ما تكون يعني بتضايقها عم بتنسى. لا مش بتضايقها، بس عندك ثوابت كثير مهمه والشغل اللي بتشتغله. وبعتقد في مقاييس عم تنطبق عالميا وبالعالم، عم نشوف صبايا عم تطلع منهم احلى من مسلبنا. لا لا ما بوافق. لا بلا لا توني في شيء ملكي احلى من مدري. بس انه كل اللي قلته معها حق 100%. بس انت ما سمعت شيء. ما هو قد ما سمعهم صار حافظهم. سمعهم بالبيت، مرنت عليهم. مرنت عليهم؟ مرة واحدة. ما عليهم توني سمعتها مرة اثنين. إذا الستات عم يضحكوا بتعيدهم، أنت عيدهم توني. سمعي له، سمعي له، ما راح يعرف يسمع. تصدق إنه ولا مرة سمعت له ولا سمع لي. إذا بدي أرجع بقول له. أحسن ما ينام على الدرج شي ضال تركي بشرف. أوكي، جود لاك. جود نايت. جود نايت.